دوري عليها يا عزمة. ودينا الصندل، ودينا الصندل يا حسن بسرعة. مايكل بقول لك هجموا علينا، انا بالنيل خلاص. الام بي بقى جهز لي عربيه عند اول مرسخ. غبي تعرف مايكل شو رح يعمل فيك؟ بس عارف هيعمل ايه بس ولا يعمل ايه؟ خلي مايكل ده بقى ينفعك. شيل الله يا مايكل. اسمع يا بنت الناس، انا معليش حاجه، انا موصلات القضيه كلها في عبك يا باشا. فيري ستوبيد بنت الكلب. طنط ابني ما تخافيش. طنط مين؟ طنط دي. مش قلت لك ما تخافوش؟ انقذت أطفال أبرياء من أيدي مجرمين، تجردت قلوبهم من الرحمة والرأفة وكل معاني الإنسانية، وأعادت البسمة إلى أمهات هذه الأطفال وإلى زويهم.